بسم الله. لو احنا شفنا CAD annotation، مثلا كتبت اي كلام عن طريق امر ام تكست اللي هو ام تي، تمام، اقدر في اي وقت اعدل فيه شويه حاجات لذيذه، زي ان انا اجي هنا اقول له مثلا انا عايزك تعمل لي عن طريق النقط او النمبر بالشكل دوت، او ان انا اقول له انا عايزهم في كذا صف. ان انا هاجي هنا مثلا اقول له انا عايز كولوم، عايز كام كولوم، عايز مثلا 4 كولوم. طيب هيظهروا امتى بقى الكولوم ديت؟ هو دلوقتي كده انا مليت كولوم فيهم، هصغر التكست شويه بدل ما اكتب تاني اهوت، بدا يظهروا الـ4 اقسام. ممكن ابدا اصغرهم كده، اصغر دوت بالشكل دوت. تبدأ تختار الانسب ليهم بحيث انهم كلهم يبقوا قريبين من بعض بالشكل ده مثلا. دي بعض الاشياء اللي ممكن تستخدمها في موضوع الام تكست.